عبد الناصر ما غدرش بمحمد نجيب اللي حكيت لك قصته قبل كده، ده غدر بكل من شاركوه في الانقلاب. اسمع خطاب عبد الناصر بعد أن أطاح بمحمد نجيب، ماذا قال عما حدث في 23 يوليو؟ بقول إن إحنا يمكن قبل ما نطلع الثورة يوم 23 يوليو أو يوم 22 يوليو، ليلة 23 يوليو، لو كنا نقعد نحسب العملية بورقة وقلم فكنا نجد ان النجاح يمكن احتماله ضعيف، ولكن كان كل واحد من الضباط الاحرار، كل واحد من الناس اللي اشتركوا في الثورة في هذه الايام كان بيقول اذا ما استطعناش ان احنا ننجح في القضاء على هذا الظلم وعلى هذا الاستعباد فليس اقل من ان نضحي ونثبت للاجيال القادمة ان الجيل اللي كان عايش في سنة 52 مرضيش يسكت على الظلم ولكنه قام وقاتل حتى استشهد. استشهد، لكن الحمد لله، الحمد لله ما حدش استشهد، ما حدش اتجرح زي ثورة 30 يونيو، لم يستشهد احد الحمد لله. قال لك لحد ما استشهد. تعال نشوف اللي شاركوه في هذا المشهد حتى استشهدوا. كان مفروض ان الثورة تنفذ في الليلة اللي فاتت ولكن اجلت الثورة لان الخطة لم تكن كاملة، وسهر عبد الحكيم عامر عندي في البيت لغاية الصبح وما كناش كملنا الخطة، وعلى هذا قررنا ان نؤجل الثورة 24 ساعة. جزء ده ذكر فيه كمال الدين حسين وعبد الحكيم عامر، تمام؟ صح؟ طيب تعال نشوف بقى رواية كمالة روايته عما حدث ومن أنقذ الانقلاب. بعدين نزلت من البيت وعديت على بيت عبد الحكيم عامر، أخدت عبد الحكيم عامر علشان نحصل على قوات من أشلاء العباسية، ولكن كان الطرف الآخر قد سبقنا وكان البوليس الحربي قافل المداخل، وقلنا نطلع على كمال حسين في الماظة ونجيب قوات من هناك علشان نعتقل القادة. وفي السكة حصلت حادثة اندلت على شيء فتدل على التوفيق، كان مفروض ان التحرك بيكون الساعة واحدة ولكن في واحد اعتقد ان التحرك الساعة 12 اللي هو يوسف منصور صديق، واتحرك قبل الميعاد بساعة فقابلناه في السكة قلنا له ايه اللي محركك بدري؟ قال الميعاد 12. قلنا له لا الميعاد الساعة واحدة. قال على العموم انا اتحركت الساعة 12. قلنا له تعالى بقى نطلع على القيادة، بنحتل القيادة ونعتقل الناس اللي هناك. السلام على التوفيق الالهي للاحرار. عبد الناصر بيقول لك انه يوسف صديق بتوفيق الهي انقذ الثورة، ثورة المباركة. انا النهاردة هعرض لك في ذكرى الثورة، احنا بنعيش في ذكرى هذه الايام الجميلة، التلاتة اللي هو قال عليهم، اول تلاتة بس، حكيم عامر وكمال الدين حسين ويوسف صديق، ايه اللي حصل فيهم؟ يوسف صديق اللي العناية الإلهية ألهمته أن يفتكر أن التوقيت الساعة 12 مش واحدة فينقذ الحكاية كلها، ربنا يديه على الدنيا زي ما أنقذ مصر كده. يوسف صديق اللي أنقذ الثورة كان أول من تم الغدر بيه ونفيه لسويسرا. عمي يوسف صديق الراجل ثوراجي من الدرجة الأولى، الضباط الأحرار، راجل قاد الثورة بحيث ان جماعة ضباط الاحرار كانوا متفقين مع بعض انهم يقوموا الساعة كذا، الساعة واحدة، فهو قام بالدور الساعة 12 لوحده، فدخل على الملك الساعة 12 فنزلوا من على السلم بضغط فراحوا نفيله وودوا السويسرا. طب ايه كان سبب خلافه مع عبد الناصر؟ ما بقول لك الخلاف عصبي. عشان عصبيته دي بقى، وهو كان عايز يعمل يمشي رايه في شيء وما قال له ما ينفعش، ما بوظناش الخطه اللي احنا ماشيين فيها. عم يوسف صديق كان موجود في الباب، كانوا جايين يقبضوا عليه تاني فما لقيوهش،
جوه فتشوا في البيت فوق وتحت وما لقيوش شيكه ودنتهم ماشيين. بعديها بشويه جوا قبضوا على عمي خدوه بالليل. كانت شغلتهم اللي هو يوسف صدق وعيلته واي حد من عيله. ما رضوش يخلوه عمي عامل هنا مدفن جامد ليه؟ قالوا لا ده بتاع الثوره ما يدفنش الا مع الجماعه الضباط كانت شغلة الثورة يوسف صديق وعيلته واخواته من زمان، من زمان العسكر وهم أقدار وأنجاس، ولما تكون ليك مشكلة معاهم يتدوروا على أهلك لأنهم أوسخ من أنجبت مصر، وهذه هي الحقيقة اللي هتتأكدوا منها وهتحتفلوا بيها قريبا زي ما ميركل احتفلت بعد 75 سنة باللي كان عايز يخلص وفشل من هتلر. ده يوسف صديق اللي أنقذ الثورة وده اللي حصل معاه في الإنفوجراف ده. يوسف صديق هو أحد ضباط حراك 23 من يوليو عام 52. يعتبر يوسف صديق هو الضابط الذي أنقذ حراك يوليو من الانتكاسة في اللحظة الأخيرة، وهو الذي نفذ خطة الاستيلاء على قيادة الجيش ومن ثم السلطة بأسرها في مصر في ذلك التاريخ في تمام الساعة 12 ليلة يوم 23 من يوليو عام 52. عقب نجاح الحراك دعا يوسف صديق إلى عودة الحياة النيابية والديمقراطية إلى مصر، وعندما تجاهل عبد الناصر والضباط المطالبة بإجراء الانتخابات في فبراير عام 53 قدم يوسف صديق استقالته الذي بدوره استدعاه عبد الناصر ونصحه بالسفر لسويسرا، وذلك في مارس عام 1953. وعندما وقعت أزمة فبراير ومارس في عام 1954 طالب يوسف صديق في مقالاته ورسائله لمحمد نجيب بضرورة دعوة البرلمان المنحل ليمارس حقوقه الشرعية، وطلب بوزارة ائتلافية من قبل التيارات السياسية المختلفة، وعلى إثر ذلك اعتقل هو وأسرته وأودع في السجن الحربي في إبريل عام 1954، ثم أفرج عنه في مايو عام 1955 وحددت إقامته بقريته بقية عمره إلى أن توفي في 31 من مارس عام 1975. قلنا النهاردة عشان بس عندنا محطات كتيرة بناخد تلات أمثلة بس، ده اللي حصل في يوسف صديق. طب نشوف رفيق العمر، رفيق الكفاح والثورة عبد الحكيم عامر. دي شهادة شمس الدين بدران اللي كان وزير الحربية واتحبس برضو بعديها، بس ده ليوم تاني. دي شهادة شمس الدين بدران عن المكالمة اللي حصلت بين عبد الحكيم عامر وعبد الناصر واللي تحمل فيها الهزيمة. وانا كنت موجود، مكانش حد تاني موجود. عامر ابتدى يعيط، قال اسمه مجرد يا جمال، رجع اولادنا سالمين يا جمال. وقفل السكة. قلت له ايه العياط ده كله، ايه اللي بيحصل؟ قال لي هو ابتدى التليفون بيقول لي سامحني يا حكيم، انا عملت الكارثة دي، سامحني يا حكيم. وقعد يعيط عبد الناصر في التليفون. طبعا القصة معروفة مش جديدة، يعني قاسي والداني يعرفها. الاتنين اتفقوا على الاستقالة والاتنين استقالوا فعلا، لكن عبد الناصر غدر بيه. حاجة كده زي ليديز فيرست. انت عارفين ليديز فيرست جاية منين؟ نساء اولا. نساء اولا بسبب حكاية زي بتاعت عبد الناصر وعبد الحكيم كده، كان اتنين بيحبوا بعض قوي، وبعدين الدنيا عائلتهم واقفة معاهم. المهم كان زواجهم شيء مستحيل، فاتفقوا الاتنين ينتحروا، وراحوا ينتحروا هما الاتنين. واحد اتنين تلاتة، الولد ينط وبعدين البنت. الولد نط فعلا، بس البنت رجعت نفسيها بعد ما نط وقالت ليه ما نبدأ حياة تانية، فأصبحت ليديز فيرست. فهي ليديز فيرست دي تنطبق على حكاية عبد الحكيم وبتاع. احنا لازم، احنا الاتنين دمرنا الأمة، دمرنا الأمة، الأمة بتغتصب لحد النهاردة من تحت دماغ الاتنين دول، عبد الحكيم وعبد الناصر، بتغتصب الأمة، تغتصب. فاحنا دمرنا الأمة، احنا الاتنين نستقيل. بس عبد الناصر رجع لأن الشعب قال له دهدة دهدة لا تتنحى. ده اللي حصل ليوسف صديق وده اللي حصل لعبد الحكيم عامر.
عبد الحكيم عامر كان برتبة صاغ عند أحداث 23 من يوليو تموز عام 52، وفي خلال 5 أعوام رقي للواء ثم إلى رتبة المشير، وأصبح أول شخص يشتهر بهذه الرتبة. كان هناك صداقة قوية تربط ناصر بحكيم، وفي أعقاب نكسة 67 أعلن عبد الناصر التنحي من منصبه، ومن ثم عاد مرة أخرى وعزل قيادات الجيش وعين قيادات جديدة. فكان هذا البيان ذروة الصراع بين ناصر وعامر. كان لابد من شخص يتحمل الكارثة باعتباره المسؤول الأول عن الهزيمة، ولم يجد عبد الناصر أفضل من عبد الحكيم عامر ليكون كبش الفداء. فتم رسميا إعلان انتحاره في يوم 15 من سبتمبر أيلول عام 1967. وقد استطاع شقيق عبد الحكيم عامر الأكبر وابن شقيق له أن يلقي نظرة خاطفة على وجه الجثمان، فلم يطالع أحد غير الوجه، كما أن أحد ضباط الحراسة أبلغ صلاح نصر أن عامر تعرض للتعذيب والضرب حتى قتل. وقال جمال عامر نجل المشير: عندما يقتلونه ثم يقولون إنه انتحر، عندما يخده عبد الناصر ويطلبه للعشاء في منزله ثم تهاجم القوات بيته، عندما يتسبب عبد الناصر في الهزيمة ويشيل المشير الهزيمة لوحده، أليس هذا ظلماً؟